أدال للدراسات والثقافة والنشر تعاود وتواصل مع المستمعين رحلة في الذاكرة الإريترية. في هذه الرحلة وفي الجزء الثاني من سلسلة التوثيق مع المناضل الأستاذ عبد الله حسن علي، سبق وأن وقفنا عند المرحلة الأولى اللي هي بدأت منذ تحديد بطاقة هويته مروراً بالتجربة الدراسية، وثم بعد ذلك التجربة النضالية في إطار الحركة الطلابية الإريترية في الداخل، قياساً مع هذه التجربة تجربة العمل السياسي المنظم وسط الحركة الطلابية مع حركة التحرر الوطني بقيادة جبهة التحرير الإريترية في المنطقة الخامسة. في هذا الجزء سنبدأ الرحلة الحقيقية من هذه الذاكرة، ألا وهي عندما وطئت قدم المناضل الطالب الأستاذ عبد الله حسن وقراره التاريخي بعد اعتقال بعض من قيادات الحركة الطلابية الذين كانوا يقودون العمل السياسي في توازي مع قيادات الثورة الإريترية. الأستاذ عبد الله حسن قرر بعد اعتقال زملائه بتنسيق مع زملائه في القيادة اللي هي كانت القيادة الشادو والقيادة اللي كانت معه إلى أن ينضم إلى الكفاح المسلح. أستاذ عبد الله، نعود معك للرحلة وعايزينك تنقلنا يعني من مرحلة أنك طالب أخذت القرار التاريخي بأنك تنضم للكفاح المسلح، كيف بدأت وما هي المسارات التي ذهبت فيها؟ طبعا زي ما ذكرت خيرا، المهام اللي كنا نقوم بها معروفة، ومن ضمنها مسألة الإخراج أي واحد داير يلتحق بالجبهة سواء كان من الطلبة وغيره، من ضمن الناس المهمين كل عندنا سلة مع الطلبة برضو في أديس أبابا اللي ملتحقين بجامعة أديس أبابا، وكان في سلة بيننا يعني من هناك كانوا بيجون احنا نستقبلهم في أسمرة، ثم كنا نوصلهم الى الأراضي المحررة. أكثر أوقات نوصلهم تسنة من تسنة لكسلة بعد القيادة الثورية توجههم. أوضح الفكرة، من أسمرة ما تبعتوهم للأراضي المحررة، تبعتوهم للقيادة الثورية في كسلة. هاي ما قصدي كله، في 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 مجموعات كنا عندنا سلة حتى مع المناطق الثالثة والرابعة. المنطقة الرابعة والمنطقة الثالثة. الرابعة اللي هي اتجاه الساحل البحر الأحمر، والثالثة اللي هي المناطق المرتفعات الوسطى. اللي هي المنطقة الخامسة. المنطقة الخامسة. في كان يلتحقوا معها المنطقة الخامسة أيضا. اللي يلتحقوا المناطق ذاك كنا نوديهم هناك. لكن بالذات اللي كان يجي من أديس أبابا لأسباب كثيرة طبعا على سبيل كلها. طلبة جامعيين وغيره، وبعدين هناك في نشاط مختلف، اللقاء الدرجة الأولى مع القيادة الثورية اللي هي تتولى إدارة الأمور كلها ضروري، وعشان كده الطريق كان تسعيني كسلة. بعدها من ضمن الناس الكرم سياس في حد ذاته الرئيس الحالي سياس بوركي مرة عبرنا يعني. أيوة سياس كان معاكم طالب في كان طالب في لؤلؤ المكنن أولا كان ومشى أسمر مشى أديس أبابا عشان يدرس حب الجامعة. أيوة في السنة الثانية أظنه أولى ولا ثانية، المهم ما أكمل الجامعة جالي الميدان. قبله جو درع اللي هو مريم درع، هايلة درع وزير المالية ووزير الخارجية، بعدين واحد اسمه برضو كداني كفلو. كداني كفلو كان في الجامعة بتاعت أيوة كلهم دول. أيوة عبرنا طبعا دي كلها على مراحل كانت التنسيق بيتم باللجنة الطلابية مع القيادة الثورية أو القيادات الموجودة في أديس عشان المجاميع دي تتحرك. أيوة كانت طبعاً أنت دلوقتي بعد ما انكشف عمري في أسمرة قبض زميلي اللي هو جرس جيرت ولدي وبعض الأفراد، إذا أنا ما كان في فريق اللي أطلع إلى الميدان طبعا التحاق بالكفاح المسلح. ومن أسمرة اتجاه القربية
بنتكلم عن الحدود اتجاه السودان. اتجاه الغرب اللي هو السودان. السودان. من أسمراء طبعا للبركة العال. منطقة بركة العال. بركة العال. أيوة. من لكسلة. من وصلنا بركة العال كان معي واحد برضو كان دائرة العال ميدان من الخلايات اللي كانت هناك. لقينا وحدات عسكرية بتاعت الجبهة. أتذكر الشهيد أبو طيارة. شهيد أبو طيارة. محمد عبد الله مع سريته لقيناه في بركة العال واستقبلونا وبعده بنوريناهم إنه كنا في الداخل وبعد ما عرفوا الوضع قالوا لازم تمشوا كسلة إلى القيادة القيادة الثورية. كانت في أزمة في الثورة الإريترية في تلك المرحلة بأنه القيادة ما كانتش موجودة في الميدان كانت موجودة مقرها كان في كسلة ودي كانت أزمة تمت معالجتها. أيوة طبعا ودعونا اتجاه كسلة خشينا كسلة والتقينا مع بالذات أنا يعني طيب الفترة الزمنية أنا كنت متحمل المسؤولية والوضع لازم يحتاج لي تقديم تقرير يعني ويخليهم على صورة وضروري هو فعلا طبعا عشان كده أنا خشيت كسلة التقينا مع القيادة الثورية وبعده القيادة الثورية عفوا أستاذ عبد الله هنا القيادة الثورية ممكن تشرح لنا إيه هي القيادة الثورية ومين أعضاها بشكل عام ومين الجهة المسؤولة عن الداخل؟ والله القيادة الثورية هي القيادة المسؤولة من كل المناطق العسكرية أو جيش التحرير اللي في الساحة الإريترية كله يعني هم الإداريين فوق طبعا في ناس المجلس الأعلى السلطة السياسية العليا المجلس الأعلى المجلس الأعلى اللي كونت القيادة الثورية القيادة الثورية دول مسؤولين من قيادة المناطق جيش التحرير المناطق في الميدان كله ومن ضمنها الخلايا الداخلية ايوه حتى العمل التنظيمي واي توجيهات اي حاجه كانت تجي منهم يعني جميل عبرهم طيب يعني وهم طبعا مهامهم مقسمين مهامهم جميع في شيء مسؤول اعلامي تنظيمي سياسي أمني اقتصادي امني ايوه ايوه وعسكري بعد ما خشيت كسلة والتقيت معاهم طلعت وجهوني لهيئه التدريب هيئه التدريب بتاعه يعني كل جيش التحرير مش تدريب خاص لوحدات معينه في اي تدريب كانت على التنظيم على مستوى التنظيم على مستوى التنظيم كله يقود شهيد عمر دامر شهيد عمر دامر وجهونا هناك دي سنه استنيت هناك طبعا 67 ده 67 خروجك الى حد 68 كنت معاهم في هيئه التدريب التدريبات العسكريه اخذتها داخل الوحدات يعني داخل لانه هم اساسا الهيئه التدريب ده مهامه هو تدريب اي مستجدين ثم توزيعهم للمناطق لكن المهام دي باسباب كثيره طبعا حاله العدو ما قادرين يشكلوا منطقه يقوم بها التدريبات محميه من كل النواحي وبعدين السله ذاته بينهم وبين المناطق يعني بقى صعبة 67 68 لحظة صراعات داخلية في الثورة الإريترية في جبهة التحرير الإريترية كانت في قضايا يعني مشتعلة أنت ما جيت في ظرف عادي جيت في ظرف كان في اضطرابات سياسية أيوة كان في طبعا بعض الأحداث كانت قايمة في المناطق في المناطق في المناطق الخمسة أيوة لكن فيما يتعلق بهيئة التدريب ده هي أساسا مارست مهامة لفترة محددة لكن بعده توقفت لأسباب موضوعية الوضع ذاته ما قدرت تمارس المهام بتاع الموكل عليها التدريب على مستوى التنظيم يعني على كل حال أنا وجهوني هناك وأخذت التدريب العسكري داخل الوحدات كان عندهم فصائل وكده طيب بعده 68 طلعت 67 نفس السنة نفس الأيام يعني رجعت للسودان وعن عبارة عن جازة ولا كده يعني عن طريق برسودان خشيت وكان معي مناضلين آخرين من مناطق التدريب جيت برسودان كسلة عبر الساحل أيوة. عبر الساحل الشمالي أيوة. تجاه رورا ماريا منه من الساحل منه ستوكر وبرسودان رجعت ثاني كسلة
وبكسلة زي ما الشيء اللي ذكرت يعني كان في طبعا كان في اضطرابات سياسية مطالب بأنه المناطق العسكرية لازم يعني تتوحد لأنه كل منطقة براها وكانت تنقص أشياء كثيرة مسألة التنسيق ومع الصعوبة اللي كانت موجودة وبعض المناطق يعني تنقص أشياء كثيرة وبعدين القيادة ذاته القيادة الثورية اللي مسؤولة من قيادة العمل العسكري بكامله في الداخل بعيدة من الساحة من عمق الساحة يعني موجودة في كسلة. هنا نقف دقيقة بس عشان نربط كلامك مع المستمع. في 5 مناطق في الأراضي المحررة ووحدات أخرى مساعدة. هناك أزمة أن القيادة مش موجودة في الأراضي المحررة موجودة في السودان. المناطق في حد ذاتها في بينهم صراعات موجودة في إخفاقات في عدم توازن الخطة العسكرية مش موحدة حتى هيئة التدريب عجزت أنها تمارس دورها بشكل طبيعي. في الأزمة دي المطلب اللي انت قاعد تقول عليه وكان في مطلب تجميع هذه المناطق تحت قيادة موحدة داخل الأراضي المحررة. كلام ده صحيح؟ نعم صحيح. أوكي. طيب تواصل. مش فقط القيادة الثورية حتى المجلس في حد ذاته اللي هو يعتبر أعلى سلطة في التنظيم موجود برضه في الخارج. الخارج بعيد السودان على الأقل منطقة مترابطة مع إريتريا لكن خارج القيادة السياسية أيضا كانت موجودة في القاهرة وسوريا. نعم عشان كده مسألة يعني في كان في خلل في نقصان في مسألة الإدارة مع الصعوبة الموجودة في بعد المسافات وبعدين المشاكل اللي بتواجه تحصل في المناطق ده تأخير في حلول بتاعها يعني بصراحة المناطق ده الناس طبعا كان في هدف أسباب اللي خلت توزع الجيش التحرير ده إلى 5 مناطق لا أنا يعني حسا دارين نركز أيوة دارين نركز في التذمر اللي كان موجود أو الصراع اللي كان موجود أو محالة يعني في أزمة في أزمة معناها كل المسائل ما حتمشي بشكلها الطبيعي. شنو شكل الرفض اللي كان بيتم الإصلاح تجربة الإصلاح؟ نعم ما يعني كل بسبب كل الوضع ده لازم تغيير داير تغيير يعني أولا زي ما قلنا القيادة السياسية في حد ذاتها موقعة وبعيدة من الميدان وبرضو في المناطق في الداخل يعني حاجات كثيرة موجودة. هنا كان في ضرورة إنه أولاً توحيد المناطق. توحيد المناطق مطلب أول. عشان الناس تدعم بعض وتكون في هنا قيادة بقربهم تقود العمل العسكري بصفة عامة والسياسي والتعبير الجماهيري يكون ولا غير يعني. ده المطلب الأساسي توحيد المناطق. بعدين مقر القيادة يكون في الداخل. وسط الجيش التحرير. ده المطلب الثاني. داخل ما يكون بعيد يعني. حتى المجلس في الخارج ده مش فقط انه هو بعيد يعني مساله في حاجات كثيره جدا كانت تنقص للتنظيم في عمليه تنظيم جسم الجبهه ذاته في قيادات وفي ادارات وفي غير عشان كده كان في مطلب لعقد مؤتمر والمؤتمر ده الناس تدرس فيه وتقيم فيه الحالة الموجودة فيها ثم وضع برامج واستراتيجيات تليق بالعمل الجاري. توحيد المناطق. توحيد المناطق. القيادة تكون في الداخل. القيادة السياسية ترجع وتلتزم وعشان يحقق هذه المسائل لازم يكون في مؤتمر وطني عشان ينظم الأشياء. جميل. وأكثر من كده طبعا كان في برنامج سياسي أعد في تأسيس جبهة التحرير في برنامج أيوة جديد لا القديم القديم جديد. القديم أيوة ولكن ما كان في هناك برامج متكامل يلائم الأهداف والمبادئ وعشان كده مسألة عقد مؤتمرات بطرق ديمقراطية وده يعني ما كان موجود فكان لازم يحصل عشان كده المؤتمر عنده مهام كثيرة أصبح مطلب قيم العمل وغيره وحتى يعني إرسال برنامج السياسي للوصول للمؤتمر حصلت بعض المؤتمرات زي عرادايب على ما أعتقد وعواتي
وصولا بتكوين اللجنة التحضيرية، وبعدها الناس مشت نحو المؤتمر الوطني. هنا حركة الإصلاح كان دور إيش؟ نعم، المطالب ده زي ما قلنا، مطالب اللي ذكرناها دي جهات مختلفة داعماه يعني، وكانت في هناك طلايع اللي كانوا يسموا حركة الإصلاح كانوا موجودين المغرب بتاعهم، كان في كسلة وكان عندهم لقاءات مع المناضلين في الداخل، مع المناضلين اللي يجوا للإجازات وكده برضو للسودان، ومطالبة يبدو عليهم أن الحركة كانت شباب، كانت قوة يعني تمتاز برؤية سياسية، عندها تجارب لرؤية لخروج من هذا المأزق، ممكن نلخصهم بهذا الشكل؟ طبعاً طبعاً. بالحقيقة هم يعني يعتبروا يعني كوادر يعني واعيين، والوضع هذا داير تغيير يعني، وتنتخب قيادة بطرق الديمقراطية، ما في حتى لا مجلس ولا كله بتعيين وباجتماعات ضيقة وكذا المكون. هنا لما تقول مؤتمر يعني المؤتمر ده حضوره وشارك فيه الجماهير، ثم تتم فيه تقييم ذاته التجربة اللي حصة موجودة دي، ووضع أسس وبرامج جديدة من 61 إلى 70 قاعدين نقول في المرحلة دي اللي هي العشر سنين الأولى، أدت بأنه التجربة دي تطورت الثورة لكن مع أزماتها، ودلوقتي احنا داخلين في المرحلة الثانية اللي هي إعادة تقييم وتصحيح موقف جبهة تحرير إريتريا. طيب، حركة الإصلاح هي القوة اللي كانت وقوة أخرى، وإنت في المرحلة دي كنت موجود مع مين؟ والله أعداء حركة الإصلاح زي ما قلت كان مقرهم كسلة. أيوة، أنا حسا جيت كسلة برضو يعني من بورسودان. هناك في نفس الفترة دي أيوة اتكونت برضو لجنة الجنود اللي تنسق مع اوكي حركة الإصلاح، في كمية جنود موجودين في كسلة. أيوة، متمردين على القاعدة، المواطنين اللي يجوا من الويدان بمرض بإجازات بغيره بغيره، أيوة ياخذ فترة محددة طبعا رجوع فيه، كان عندهم مقرات مؤجرين بيوت كده هم يعني موجودين يعني. جميل، ذات كسلة. أيوة، دائما. وحس مين قريب، هم متشتتين في المناطق ما في فرصة ذاته بتاع لقاءات واجتماعات، فعشان كده عملتوا لجنة. أيوة، جنود كسلة ده كانت مهمة، الناس عشان موجودة مع بعض. أيوة، وهنا اسكونت لجنة، لجنة من المناضلين. أيوة، كانت تسمى لجنة لجنة الجنود حركة الإصلاح. أيوة، مؤسسين. هل في قوة أخرى كانت معكم في المسار ده؟ والله يا الحركة الإصلاح ده هي أساسا تمثل الجماهير. أيوة، فروع مختلفة، الفروع السياسية اللي كانت موجودة أساسا. أيوة، يعني منبثقة منا يعني. أيوة، ولجنة الجنود ده يعني تأثير أكثر وتوجهات في داخل الجيش، في داخل الجيش. هم دول كمان طبعا في سلة دائما. أيوة، ما حاجة كده، ما حاجة منفصلة. وعشان كده لجنة الإصلاح بس التوجهات المطالب ده. أيوة، تمثل المطالب. طيب ده. هنا المناطق الخمسة مناطق دي هل كانت على وئام أو في مجموعة توحدت واتفقت على حاجة زي المنطقة الثالثة أو كده؟ طبعا لما بدأت المطالب ده. أيوة، وكان في هناك أزمات حقيقية تواجه المناطق. أيوة، بالذات زي المنطقة الخامسة. أيوة، واجهتها أزمة جديدة. أولا هي في موقع بتاعت فيها كثافة بتاعت العدو، وواجهتها صعوبات كثيرة جدا اللي هي جنب العاصمة. أيوة، يعني بسبب المشاكل اللي واجهتها المنطقة الخامسة ذاته اجتمعت المناطق الأخرى، اجتمعوا، وهنا بدأنا نسمع عن اغتيالات سياسية، بعض الناس بدأت تتمرد من الداخل، في برامج سياسية بدأت تطرح، في حوادث تمت في بعض المناطق من ضمنها المنطقة الخامسة. هل دي أثرت على هذا الواقع؟ أو نتكلم عن مشاكل حقيقية؟ طبعاً. أيوة، طبعاً، ما زالت لإنهاء الحالة دي. أيوة، وعشان يكون في هناك يعني الجيش الطائري جسم واحد. أيوة، متعاون ويكمل بعضه ويمشي وفق برامج واستراتيجية محددة، ده المطلب يعني. أيوة، بعدين الحاجات اللي دائرة حل أيضا. نقطة ثانية، طيب في أزمة زي دي العدو ما بيكون نايم،
العدو بيحاول يخترق هذا الواقع في الصراعات الموجودة بين مناطق فيها طابع إثني، فيها طابع ديني، فيها طابع مناطقي. أكيد القوى الاستعمارية أو المجموعة الموجودة في أسمرة من القيادات السياسية التابعة للنظام هتحاول تخترق الواقع ده. فعلا كان في اختراقات. أيوة كان في اختراقات. وبعدين المنطقة، وين المنطقة الخامسة؟ أيوة اللي هي في دواحي أسمرة العاصمة. أيوة ده أرعب العدو كثير يعني. وبعدين فيها خط مواجهة مباشرة سكانية. أيوة بالذات يعني اختلفوا حتى دعم للثورة وغيره، عشان كده تهددوا. أيوة وهنا إلي سلاسي. أيوة طبعا خطة هي. أيوة كان أصدر وامر قال إنه يعني أعلن عفو عام. أيوة أي واحد داير يخش ده يخش. أيوة وسراتيكاس اللي كان الحاكم ممثل بتاعت الحكومة الإثيوبية في أسمرة، عمل اجتماع ملعب. أيوة. دعا جماهير بالذات حماسين ده بأسمرة بتاعه. أيوة دعا الممثلين بتاعت الجماهير اللي هو مسلينتات يعني. أيوة أنا أقول نظار ولا عمد ونظار مسلين. أيوة والرهبان، الرهبان القساوسة. أوكي بالاجتماع كبير وراه منه جلالة الملك أصدر عفو عام وانتوا لازم دي نقطة انتوا لازم تشكلوا لجان اللي مدهم ذات واقتراحات. طيب انا عايز اوقف هنا. تشكلوا لجان وتمشوا في المنادلين دول وتدعوهم يرجعوا في حكومتهم ويدخلوا يعني. كانت في حركة من جانب الاثيوبيين. جميل. وحتى حصل لقاء ايوه استمر لي كان حتى أيوة حصل خبر. لقاء ايوه مع قائد المنطقة اللي هو المنطقة الخامسة. ايوه ايوه اللي هو مين اسمه ده الكحساي ابراهام يعني. ابراهام تولى. لا لا ابراهام بعده هو ده اللي سلم لاثيوبيا. ولداي كحساي. ايوه اللجان ده بتاعت الجماهير. ايوه اول مره خلي بالك منطقه الخامسه لما جت في المنطقه. ايوه كان في هناك قرى مسلحه سلحوهم الاثيوبيين ضد الثوره. ايوه ايوه وبعدين كمان لسه طبعا المفاهيم الناس. ايوه ما كانوا يعني منسجمين مع الجوهة أو مع الثورة. لسه في تخويف الإثيوبيين طبعا دعاياتهم زي ما عارف. جميل. دول مسلمين هم مش عارف عرب هم وإيه هم و... أيوة. ده كمان موجودة. أيوة. عشان كده القرى اللي كانوا أدوهم سلاح. أيوة. حصل بعد الاستدامات. أيوة. وده طبعا حتكون مؤقتة لأنه الناس بعد ما تعرف الواقع وتفهم بعض. أيوة. أكيد الجماهير يعني الثورة هي ثورة الجماهير عشان كده يعني تهددت إثيوبيا. أيوة. تحاول تبعد المقاتلين ده بالذات من دواحي أسمرة ده وشكلوا زي ما قلت لك من الجماهير اللي جانوا وفقوهم. حصل لقاء بعد إذنك مش في المنطقة حماسين بس خلي بالك. أيوة. حتى المناطق الثانية أرسلوا لجان. أوكي. ونزار وعمد مناطق بتاعت البحر الأحمر كله مثال. أيوة. بنفس الفترة ده. أيوة البحر الأحمر كان. أيوة. أيوة البحر الأحمر أنا يا متكون الوحدة الثلاثية زي ما عارف. أوكي. يا وحدة ثلاثية ووجهوا لجان لكن طبعا اختلف المناطق. أوكي. المناطق الثانية والمواجهة متفقين معاهم ناس الماء يصغفوا إذا في فلان فلان كده هم عملوا كده قولوا لنا كده يقول الجماهير ذاته كانت توريهم كل شيء. المناطق الثانية ما كان عندها تأثير. أوكي. لكن في حماسين المنطقة ده المنطقة الخامسة عشان لسه في حاجات كثيرة جدا. أيوة. دائرة يعني حلول كان عند إثيوبيا كان عندها تأثيراتها يعني. طيب بعد إذنك أنا عايز يعني أعمل سام أب أعمل تلخيص للجزء الأول من المسألة دي أنه الثورة بدأت في المد، المنطقة الخامسة بدأت تقوى، العدو بدأ يهدد في العاصمة، كاونتر أتاك يعني رد فعل لموقف التصاعدي بتاع الثورة ده. أيضا الدولة الإثيوبية حددت من خلال أسرات كاسا أن يلتقوا يعملوا عفو العام بتاع الملك. أيوة. وفي نفس الوقت يدعو الناس للعودة. وفي نفس الفترة والداي كحساي اللي هو كان رئيس. أيوة. المنطقة الخامسة. أيوة. اجتمع. أيوة. قائد المنطقة الخامسة اجتمع به. فبعنا ده خلل مش تكتيكي. أيوة. ده تهديد على الموقف الاستراتيجي. صح. هذه المرحلة سببت أزمة في داخل الجيش في داخل التنظيم.
ده تهديد مباشر برضه. ومعه عندهم معاناة يعني، تنقصهم أشياء كثيرة، ما في التعاون بين المناطق والقيادة بعيدة ومش عارف يعني أزمات كثيرة. فعشان كده المؤتمر أصبح ضرورة. في المرحلة دي المؤتمر الوطني أصبح ضرورة. أصبح ضرورة فعلا. طيب سوقنا حسا ودينا نحو المؤتمر. وطبعا المؤتمر الأول بعد أو أول في الجهاز العسكري عمل 3 مؤتمرات داخل قبل المؤتمر العام. قبل المؤتمر العام قاعدة تطالب وعاء. أيوة. والمؤتمر الثالث اللي هو يسموه مؤتمر دوبحة. أيوة. تم توحيد المناطق. أيوة. 3 منطقة توحدت. أيوة. شكلت قيادة مؤقتة. أيوة. وده كان في شهر 8/68 كانت أدوبة حلي المنطقتين برضو انضمت وكونوا وحدة ثلاثية وحدة ثنائية. أيوة. أصبحت 5 مناطق اتوحدت مع بعض. أيوة. في مؤتمر. أيوة. أدوبة. أيوة ده مؤتمر أدوبة اتوحدت. حسا القيادة اللي تكونت في مؤتمر أدوبة. أيوة. اختارت اللجنة التحضيرية لإعداد للمؤتمر الوطني. المؤتمر. أيوة. وشكلت لجنة تحضيرية لإعداد للمؤتمر. أيوة. والمؤتمر ده اللجنة التحضيرية تحركت. أيوة. لكل المناطق الإريترية، ويمكن ما في منطقة ما حضر فيها ما شاركوا فيها الجماهير بالدافع على المقاتلين والعدوية في الخارج. هل الناس وافقت كلها؟ الوافقت يعني الوافقت. لا تنظيمات الوحدات اللي كانت موجودة، المجلس الأعلى مثلا، القيادات الموجودة في الداخل، هل كلها وافقت على الخط ده ولا في خط؟ والله في المجلس الأعلى كان في خلاف. أيوة. في مجلس الأعلى. أيوة. هم في حد ذاتهم جناحين بيقول يعني. أوكي. في جناح كان يأيد جهات معينة من الجيش التحرير ده مثلا الوحدة الثلاثية من تمت، وفي جهة برضو يتأيد جهة معينة، الحاجات دي كانت موجودة. لكن القيادة العامة القيادة المركزية تقريبا سيطرت على الموقف. أيوه. أمور وكونت لجنة تحضير. لجنة تحضيرية ده تكونت في مؤتمر دوبحة العسكري. أيوه. مؤتمر دوبحة. أيوه. وده حضروا فيه كل العسكريين وكل المناضلين في الميدان يعني. أيوه. ودي اللي طيب حسا قامت بإعداد المؤتمر الوطني الأول. قبله القيادة العامة أصدرت تعليمات. أيوة. القيادة الثورية خش جوه. أوكي. برضو المجلس الأعلى يوقف نشاطاته. يوقف نشاطاته. ويرجع يخش الميدان. أيوة. والحاجات دي اللي ناس قررتها ده يحاول لنجاح المؤتمر. طيب القرارات دي هل قبلت؟ معظم الناس قبلت. معظم الجبهة. طيب مين اللي اعترض؟ في اعتراضات كانت موجودة من بعض الأفراد بالذات المنطقة الرابعة، وحتى في مسألة خلط الجيش وان الفصائل كانت في مناطق مختلفة، ده حصل خلط جديد يعني. طيب. وتكوينات جديدة حصلت. هنجي فينا. كان في اعتراض في ده. هنجي فينا ونحاول نعيد الموقف بأن الناس كلها متجهة نحو المؤتمر واستعداد المؤتمر. إلى أن نلتقي بكم نستودعكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أنا وجهت لأسمرة لأن القيادة العامة كانت كونت لكل مدينة في إريتريا وسيلة بتاعة فدائيين وكادر سياسي. بعده يعني حصل بقى المؤتمر. المؤتمر الوطني الأول. أيوة. أيوة. بعد المؤتمر التوجيه الجديد ده اتجاه أسمرة. حاولت التقط المسدس وانت كان عندك مسدس. ما ادوني فرصه. ما ادوك فرصه. ما ادوني. أيوة. خليته في سرير كده. معظمهم المساجين لانه دول ما محكومين، المساجين المحكومين تلقى فيهم يعني جرائم جنائيه وكده عندهم.